بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا وائل الصديقي، مخرج كليب سيب إيدي. أنا حبيت أوضح الحقيقة من ورا الكليب ده، وكان نفسي أبقى أوضح الكليب ده من جوه مصر، أوضح الحقيقة دي من جوه مصر مش من بره مصر. بس لأن في مافيا سينما، المافيا سينما دي محتكرة كل حاجة، محتكرة التوزيع، محتكرة الأفلام، حتى اللي بيصور كلهم أسرة واحدة، الموجود في السوق كلها أسر ما بيشغلوش حد من بره. الهدف الحقيقي من سي بي اي دي اللي أنا أول مرة أقوله، وهو ده الحقيقة بجد، هدف سي بي اي دي الشهرة، إن أنا أتشهر. ليه أتشهر؟ مش عشان الناس تتصور معايا في الشارع، لأ. أنا لما أتشهر أقدر أتكلم والجرايد تكتب، ولما الجرايد تكتب الرسالة بتاعتي توصل، والقنوات تذيع الفيديو اللي أنا بعمله ده دلوقتي، فالرسالة بتاعتي توصل. الرسالة دي رسالة لرئيس الجمهورية. فاكر يا ريس لما اجتمعت بالفنانين ووقفت أحمد السقا ويسرى وقلت لهم عايزين بقى شغل حلو وأفلام حلوة وحاجات أحسن زي أيام الأستاذة فاتن حمامة، وبعد كده حضرتك قمت للأستاذة فاتن حمامة احتراما ليها وسلمت عليها؟ الموضوع مش في ايد احمد السقا ولا يسرى ولا اي ممثل، الممثلين دول ادوات، اقصى حاجه يقدروا يعملوها ان يقول انا هختار الدور ده بلاش الدور ده علشان انا وعدت الرئيس اعمل ادوار كويسه، انما ما يقدرش يغير المنظومه السينمائيه في مصر كلها، ولا احمد السقا ولا اي ممثل. انا جيت مصر، شيء جميل انك تبعت ابنك بره مصر يتعلم ويرجع بالعلم اللي اتعلمه ده يفيد بلده، تمام. انا امنت بيك يا ريس وجيت لك من امريكا مخصوص علشان ادي لك صوتي. انا النهاردة محتاج صوتك. انا جيت من امريكا من سنتين او من سنة ونص تقريبا، عملت شغل كتير جدا 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 وما تعرفتش، خبطت على كل باب، خبطت، ما فيش شركة انتاج او توزيع انا ما دخلتهاش، حاولت ان انا اخد حقي، اطلع افلام من عندي كمخرج وكمنتج علشان الناس تشوفني وتعرفني واشتغل في المجال اللي انا درسه. كان الرفض او اوكي حاضر هنتصل بيك، حتى عرضت عليهم فلوس كتير برضو مردوش يدخلوني. العملية مش عملية فلوس، العملية ان في احتكار، في رفض تام ان اي حد جديد يظهر. الهجوم اللي عليا دلوقتي وان انا بتحاكم دلوقتي في مصر، ده شيء غريب، شيء غريب يا ريس. ليه؟ لان حصل في الافلام وفي الكليبات حاجات اكتر بكتير من الكليب بتاعي. ما حسبونيش على 155 فيلم اللي عملتهم قبل كده، حسبوني على اخر واحد بس رقم 156. ليه؟ علشان في ناس في مافيا السينما في مصر عرفوا وائل جاي من بره وعايز يعمل ايه. انا بقى مش لوحدي، انا بقى ورايا اجيال، الأجيال دي أجيال مخرجين وممثلين ومونترين ومصورين، كلهم خرجوا من معاهد السينما جوه مصر وبره مصر، نفسهم في فرصة. أنا أعرف مخرجين يا ريس شغالين كومبارس، واحد زي رزق رمضان اللي اشتغل معايا ده ممثل نفس إمكانيات خالد النبوي، أنا كمخرج بقيمه كده. أكبر دور خده كان دقيقة وبيطلع كومبارس. ليه؟ علشان بقالنا 50 سنة بنتفرج على نفس الناس، والنهاردة لما الناس دول كبروا دخلوا ولادهم يا ريس. قيس على كده مش في التمثيل بس، قيس على كده في الإخراج وفي الكتابة في السيناريوهات، وقيس على كده في كل حاجة، حتى التصوير حتى المونتاج. يعني ايه اخش قناة فضائية ابص الاقي المونتير خريج تربية رياضية والمخرج دبلوم تجارة؟ عرفت ليه يا ريس السينما راحت في 60 داهية؟ ومصر بعد ما كانت هوليوود الشرق اصبحت مع الاسف، مش عايز اقول، المهم انها نزل مستواها تماما وانحدر، لان القائمين على السينما اصلا النهارده اللي محتكرين دور العرض السينمائي النهارده واخدين حقوق كل الشباب اللي زيي. يعني ايه واحد معاه ماجستير ولا دبلومه في الاخراج من امريكا مش لاقي شغلانه حتى مونتير؟ انا بقالي سنتين في مصر يا ريس، لازم حضرتك تعرف المشكله دي. دلوقتي انا
بفتح النار على كل صناع السينما الموجودين النهارده، لانهم سبب في بواظ ان كذا جيل باظ تماما. انتشر البلطجه، انتشر التحرش، انتشرت المخدرات في اخر 15 سنه. القائمين على السينما المصريه لو كان عندهم حاجه عدله يقدموها كانوا قدموها، ما كانوش بوظوا اجيال. لان القائمين على السينما المصريه اصلا مش سينمائيين. يا ريس الوسط السينمائي ممكن يجيب لمصر فلوس اكتر من قناه السويس. انا اقدر احط منظومه تجيب لمصر فلوس من السينما اكتر من قناه السويس، بس طالب مساعدتك يا ريس. انا مش لوحدي، انا ورايا كميه مخرجين شباب وممثلين شباب. من كتر الكبت والقهر اللي عندهم في ناس منهم ماتت من غير ما يشوفوا حلمهم ده بيتحقق. كان لازم اعمل اسفاف علشان خاطر الناس تبص تقول اه وائل الصديق اهو صحيح، وبعدين الدنيا كلها هاجت عليا ليه؟ علشان ما اخشش الوسط، لان المافيا اللي في الوسط عرفت وائل جاي يعمل ايه، وقال لهم ان هو هيمنع الاسفاف وان هو بيحاربهم بنفس سلاحهم. المطلوب من رئاسه الجمهوريه ايه؟ الخلاصه بقى، المطلوب من رئاسه الجمهوريه ايه؟ زي ما انا وقفت جنبك يا ريس وامنت بيك لان مصر كانت داخله في حيطه، انا بقول لك عايزك تقف جنبي وتامن بيا لان السينما اوريدي داخله في حيطه. قرار من رئيس الجمهوريه بتاميم جميع دور العرض السينمائي في جمهوريه مصر العربيه لصالح الدوله. مفيش حل تاني. اتنين، انشاء قطاع للسينما المصريه، وزاره يقوم عليها وزير سينمائي، لا هو اصلا دكتور اسنان ولا دكتور اطفال، سينمائي، ويكون مشهور عنه النزاهه. يبقى واحد، تأميم جميع دور العرض السينمائيه في مصر لصالح الدوله. اتنين، يقوم على وزاره السينما، ينشأ وزاره للسينما فقط لانها مش اقل من اي جهه تانيه مهمه تقدر تدخل دخل كبير جدا للدوله واكتر من قناه السويس، بل مليارات. وانا اقدر انفذ المنظومه دي، انا مش بهرج ولا جاي مصر عشان اهزر. انا معايا علم وعايز اطبقه في بلدي وهطبقه، يطبقه يموت. مفيش حل تاني. تأميم جميع دور العرض السينمائي في مصر، انشاء وزاره لقطاع السينما يقوم عليها وزير سينمائي يكون معروف عنه النزاهه. حد سينمائي بجد، داوود عبد السيد، علي بدرخان، شريف عرفه، في ناس كتير قوي مخرجين يقدروا يقفوا يمسكوا السينما دي. دي ناس تعبت وطلعوا بمجهودهم وعارفين يعني ايه السينما. يكون مهام الوزير الاول، مهمه الوزير الاولى تحقيق العداله السينمائيه في التوزيع، تحقيق العداله في التوزيع السينمائي. بمعنى ايه؟ كل مخرجين مصر والعرب، معروف ومش معروف، مشهور ومش مشهور، يقدم فيلمه للوزير، وتكون دي مهام الوزير الاولى. ينزل الفيلم في السينما اسبوع، جاب نص مليون جنيه بالنص ما بين الدولة وما بين المنتج او المخرج. لو جاب نص مليون جنيه نديله اسبوع تاني، لو جاب نص مليون جنيه نديله اسبوع تالت من اول اسبوع. لو فيلمك ما جابش فلوس هنشيله ونحط فيلم تاني. لو عملت كده يا ريس هتبص تلاقي مخرجين مصر كلهم والشباب كلهم اللي مش لاقيين فرصه بيموتوا نفسهم عشان كل واحد فيهم فيلم يطلع ويقعد اطول مده او اطول مده في الاسبوع، اطول مده في السينما اسبوع واثنين وثلاثه. هتبص تلاقي مصر بدات تنتج افلام اكتر من الهند واكتر من امريكا. ده مش مصر بس، والوطن العربي كله نفتحها لاخواتنا العرب. انت كده هتضرب 20 عصفور بحجر واحد. اولا هتخدم ولاد بلدك، الناس اللي عندها قهر من الاحتكار السينمائي الموجود. دي نمره واحد. نمرة اتنين، هتشغل الناس اللي هي عيني خريجين معهد سينما ومخرجين وشغالين كومبارس. نمرة تلاتة، هتديلهم فرصة في بلدهم بدل ما يطلعوا بره. نمرة أربعة، هتدخل دخل كبير قوي للدولة لأن الفلوس دي هتبقى بالمناصفة ما بين الدولة، لأني هعرض لك الأفلام بتاعتك في السينمات أسبوع، والله فيلمك ناجح هسيبه. بعد كده كل الفلوس دي هتخش على الخزنة بتاعت الدولة. وفي نفس الوقت خلال 6 شهور هتبص تلاقي مصر أصبحت مهرجان سينمائي عربي دولي مفتوح على طول، مش أسبوع ولا اتنين. هتبص تلاقي مخرجين الدنيا كلها جم علشان يعرضوا أفلامهم في مصر، لأن وهترجع مصر خلال 6 شهور هوليود الشرق.
هي دي الرسالة اللي انا اصلا قصدها من الفيديو ده عشان اتشهر. انا مش عايز الناس تصور معايا في الشارع، انا عايز اتشهر عشان لما اقول الرسالة دي توصل لرئيس الجمهورية، زي ما انا وقفت جنبك وجيت من امريكا مخصوص وعطيت لك صوتي علشان تلحق مصر قبل ما تخش في مشكلة. انا كمان النهاردة طالب منك قرار، عشان انا النهاردة بتحاكم عشان جاي اصلح حاجة. عارف انا بتحاكم من مين؟ انا ولا حد، انا ولا حاجة، انا ولا حاجة. وكل الهلومة اللي حاصلة عليا دي عشان هم عارفين انا جاي اعمل ايه. مافيا السينما، مافيا السينما النهاردة اللي ماسكها تجار لحمة، مافيا السينما النهاردة اللي ماسكها تجار مخدرات، مافيا السينما النهاردة اللي ماسكها تجار سلاح ومعروفين بالاسم، والناس اللي ماسكينها في الحقيقة دول مجرد وشوش، انما اللي وراهم ناس بتغسل فلوسها في السينما المصرية. يا ريس الحقنا، الحقنا يا ريس، الحق كذا جيل بحاله لو سمحت. قرار من رئيس الجمهورية تأميم جميع دور العرض السينمائي. هتقول لي انا ممكن اخد السينمات من الناس؟ يزعلوا يا ريس، هما دول السبب في ضياع كذا جيل. انا محتاج وقفة كل شباب المخرجين والمنترين، الناس اللي هي مقهورة من كتر الاحتكار السينمائي الموجود في السوق المصري ومش عارفين يطلعوا، عشان نعمل ثورة سينمائية عربية تطلع بمصر تبقى هوليوود الشرق تاني، نعمل شغل صح كويس مظبوط كسينمائيين، وفي نفس الوقت ندي ولاد بلدنا فرصة، وفي نفس الوقت ندخل دخل لمصر من السينما اعلى من قناة السويس. كل ده هيتحقق، وكمان هيبقى مهرجان عربي سينمائي في عرس فرح عربي سينمائي. هو ده رئيس الطلب الوحيد اللي انا طالبه منك. اتحاكم ما اتحاكمش، يحصل لي اي حاجه، مش دي المشكله. المشكله ان الرساله دلوقتي توصلك، وعلى عيني اني بقولها من بره مصر، على عيني اني بكلمك يا ريس من بره مصر، لان انا سبت مصر يوم 21، لكن لسه في نيابه ولكن لسه في حاجه، لاني كنت متفق على شغل في تونس، فقلت اجي اشتغل في تونس وما ارجع اكلم رئيس جمهوريتي من بلدي. دلوقتي المطارات كلها والنيابة والدنيا كلها مستنياني عشان ارجع، عشان اخش السجن، اخش السجن. بس المهم النهاردة ان وصلتك الرسالة. طبعا اللي انا قلته ده يلف حبل المشنقة حوالين رقبتي من مين؟ من مافيا السينما، لانهم اصلا مش سينمائيين بيغسلوا فلوسهم فيها. انما لو وقف جنبي الشعب المصري، لو عايزين ولادكو ما تشوفش الاسفاف اللي احنا شفناه، لو عايزين ولادكو ما ينتشرش بينهم المخدرات والبلطجة والدعارة والاسفاف، لازم ناخد السينمات من الصيع دول ونحطهم عندنا، ترجع السينمات لمصر تاني يا ريس. علشان كده انا النهارده محتاج صوتك. لو السفاره في تونس، لو السفاره المصريه اتصلت بيا قالت لي في استدعاء من رئاسه الجمهوريه، هجيلك جري، بس هات معايا حد من المخرجين اللي فاهمين، حد ممكن يبقى وزير للسينما يقدر فعلا يعمل اللي انا بقوله ده. ولو بعد 6 شهور مصر ما اصبحتش هوليوود الشرق تاني ومهرجان كبير مفتوح للوطن العربي للسينما، اعدمني يا ريس. لو لقيتني بدور على اي مصلحه شخصيه لوائل الصديقي، اعدمني يا ريس. هو ده هدف الشهره من ورا الكليب الخايب اللي عاملين عليه فيلم هندي، اني اوصل الرساله دي لرئيس الجمهوريه. يا هعدل السينما في مصر يموت، ومش هسكت، هفضل وراها، ومش لوحدي، ورايا كمية ممثلين ومخرجين مقهورين من الاحتكار السينمائي، وهنفضل وراكم لغاية ما ناخد السينمات منكم غصب عنكم. ثورة بمعنى كلمة ثورة، عشان مصر ترجع تاني هوليوود الشرق، وهترجع وهقدر ارجعها. مش احمد السقا ولا اي ممثل عنده ده، رئيس الجمهورية انت يا ريس اللي تقدر بقرار واحد تنفذ ده. للمرة التالتة، تأميم جميع دور العرض السينمائي في مصر لصالح الدولة. 2، إنشاء وزارة يقوم عليها وزارة فقط للسينما، وزارة قطاع السينما يقوم عليها وزير سينمائي من أحد المخرجين الكبار المعروف عنهم النزاهة والشرف، ما ينفعش يبقى مرتشي، ويدي الشباب كلهم فرصة تودي فيلمك للوزير بنفسه، تودي فيلمك مكتب الوزير بنفسك، تتعرض، تعرف ميعادك إمتى، لمدة 6 شهور. انا ممكن اساعد الوزير ده، انا ممكن اقول لك فيه تفاصيل اكتر بكتير، عشان ما حدش برضه عشان ما حدش برضه يستغل العري في ان الفيلم يقعد مدة كبيرة في السينما. المنظومة دي مش تهريج، المنظومة دي دراسة علمية متطبقة في كذا دولة، وانا عايز اطبقها في مصر، لان مصر مش اقل منهم. لو سمحت يا ريس الحقنا، لو انتوا قنوات محترمة ذيعوا الفيديو ده عشان يوصل لرئيس الجمهورية، لو انتوا مخرجين وممثلين مش لاقيين فرصة، اقفوا ورايا ودعموني وذيعوا الفيديو ده عشان كلامنا يوصل لرئاسة الجمهورية. مش هينفع يساعدنا غير السيسي، مش هينفع يساعدنا غير السيسي.
ولو ما دخلتش السينما يا ريس خلال 6 شهور من اللي انا بطلبه ده دخل اعلى من قناه السويس، يبقى تعالى حاسبني وانا مسؤول عن كل كلام كلمه انا بقولها. انا بقى هرجع مصر دلوقتي وقابل مصيري، انما خلاص الرساله وصلت. وائل الصديق.